للاسف كاين الظلام كاين اسلس. دابا في مرتيل دابا عاد الفانطوم جات هزت الدراري ومشات، ودابا كلشي كيجري هو كلشي كيشري الجهاد قاعد مرتيل الشباب كلشي كيجري للاسف ما كيبانش الظلام، ولكن الدراري كلشي كيجري هنا كلشي هابط لتحت. اكثر من 300 واحد جاو من القاعد الكورنيش، او ملقع كلشي ماشي كيجري. لا ماشي حدا دويا المعامله، هادي واحد تقريبا 50 دقيقه جات الفانطوم حتى لهنا حتى للحاشيه، ولكن جاوا قوات البحريه الملكيه وهربوا، وغير دقائق من ورا داكشي رجعات الفانطوم ووقفات وهزوا الدراري ومشاو. دابا كلشي كيجري كيستنى هاد الفانطوم يرجع. ولو ان الرؤية القلوم العادمة، ولكن راه كاين واحد العدد كبير الشباب هنا، بزاف بزاف الشباب كاين هنايا في الحاشية. كلشي كيجري اسمع كلشي كيجري. لا ما كاينش المخزن دابا هنا، ولكن ملي جات الفانطوم في المرة الأولى هذه واحد 50 دقيقة ظهرت القوات البحرية الملكية ظهروا في البحر، الفانطوم هربت مشات مشات على طول مشات طول من جهة ديزا مشات نيشان شوية شي دقائق وهما يرجعوا ومشاو مشات تبرد الدراري بزاف مشات نيشان بقات مشا عاود اتجاه ديزا، جات من جهة كابونيكرو بقات مشا في اتجاه ديزا، ومن بعد خرجت شوية في وسط تقريبا بغارت هنايا ديك القهاوي اللي كيجلسوا فيهم الأسر وهزت الدراري. فهمتيني دابا راه كثر تقريبا شي 500 واحد هنايا بحال اللي تقول خارجين كامبو صنيع الرمل، كلشي هنا عدد كبير بزاف بزاف د الناس. هات كلشي كيجري نعم الاخ جرات عليهم لامارين، هذه نص ساعه جرات عليهم لامارين، ولكن دغيا مشات لامارين وهما رجعوا دغيا وهزوا الدراري. والفانطوم كان عندها 4 المواطر ديك 250 الخيل باغي يركبوا الدراري، واخا كان بنادم بزاف اللي لحق ركب واللي ما لحقش او ما دابا هنا كلشي. والغريب في الامر اللحظه اللي كانت الفانطوم كتهز الناس كانوا حتى البنات النساء كلشي كيجري خصو يهرب، كلشي خصو يطلع، كلشي ساخط واقيلا على هاد البلاد كلشي خصو يهرب بحاله. هاهما حتى دابا كاينين النساء وكاينين البنات هنا مع الدراري لابسين مزيان السبردينات كلشي كيجري. حنا الان في نقل مباشر من جريده بريس تطوان الالكترونيه في مرتيل، هذه واحد ساعه المكانه تقريبا واحد ساعه جات الفانطوم هنايا للحاشيه، ولكن ظهروا قوات البحريه الملكيه لامارين وجراو عليهم مشات الفانطوم بحالها شي ربع ساعه مورا داكشي عاودت جات وصلت هنايا جبرت بنادم بزاف بقاو ماشيين حاشيه في جهه ديزا اللي هرجرا موراهم الحق راه طلع واللي ما لحقش هو باقي هنايا مشات. ودابا كاين واحد العدد كبير بزاف على طول من الدخله د مارتيل حتى لجهه د القاعد الكورنيش الحاشيه كامله مصطفه بنادم. الظلام شويه ما كيبانش هذا الشيء، ولكن كاين بنادم بزاف. وهنا راه تشوف اللي في الكورنيش تشوف كلشي واقف كلشي واقف كيستنى الفانطوم فوقاش تجي، وربما واخا تجي التيتانيك ما تهزش هذا الشيء كامل اللي كاين هنايا الشباب. وحاليا ما كاين لا مخزن ما كاين ما كاينش القوات المساعده ولا لامارين، وغير كيبان شي فلوكه لداخل كيبقاو يقولوا الدراري يشيروا عليها. راه كتشوف دابا واحد الدوره وكيل لداخل كتشوفوا الضو كاين لداخل كلشي كيقول ها هو ما جا شحال الشباب اللهم بارك كلشي خصو.
بالنسبه للناس اللي كيسقسيو الناس اللي كيسقسيو واش هادو كيديو بالفلوس، حنا كما كنسمعوا كتجي الزورق الفانتوم كيوقف بنادم كيجري كيركب، اللي لحق كيركب اللي ما لحقش ما كيركبش، يعني كيفاش غادي يكونوا مخلصين؟ ياه الفانتوم جات هذه واحد ساعه المكانه وجاو البحريه الملكيه لا مارين جراو عليها ومشات، ولكن دقائق مورا داكشي رجعات وهزت الدراري، وقفات الجهاد ملتقى الاسر وهزت الناس، هزت بزاف الشباب. يا السي عبد الملك كنهضر بنيتي، ها الشباب كلشي ماشي لجهاد القاعد الكورنيش، كلشي هو ماشي لجهاد القاعد الكورنيش، والهضره كدور بين الدراري كيقولوا هي غترجع، كلشي كيقول غترجع، ماين كيجيبوا هاد الخبار ما نعرف الله اعلم. المهم كلشي ماشي لجهاد القاعد الكورنيش. حنا الان كنتواجدوا في مرتيل، في شاطئ مرتيل بالضبط وين فوسط مرتيل وصاي فوسط الكورنيش. اللحظة اللي رجعت الفانتوم في المرة الثانية تبارك الله هجموا كلشي، بدا كيهجموا ما قدروش يقربوا للحاشيه لان كلشي بغى يركب، الناس دخلوا بحوايجهم دخلوا في وسط الماء بحوايجهم، ولكن ما قدروش يقربوا الفانتوم، ما قربتش بقات ماشيه غير حاشيه تاع الهربات شويه بعدات اللي كانت ماشيه لجهه ديزا لان جات من جهه كابو نيغرو، كانت ماشيه لجهه ديزا وديك الساعه قربت اللي قدر يتجوز يقدر يعوم. الدراري عاموا بحوايجهم كلشي دخل بحوايجهم، اللي ركب اللي ما قدرش يبقي غير هز الدغيا رجع الدغيا بسرعه باش ما يجيوش يعاود البحريه الملكيه. كما قلنا الناس اللي عاد التحقوا بجريده بريس تطوان في النقل المباشر، هذه واحد 60 دقيقه اي ساعه المكانه جات الفانتوم حتى الحاشيه باش تهز الدراري هنا في مرتيل، ولكن جاوا البحريه الملكيه لا مارين جراو عليها ومشات، ومباشره بعد ذلك بشي دقائق رجعت وهزت ما تيسر من الشباب. الدراري كلشي كيجري، النساء كاين العيال صغارين كاين البنات كلشي كيجري، خصو يهرب من هذه البلاد السعيده، وهزوا شي بركه الدراري ومشاو. ودابا حاليا كيس كنسمعوا الهضره كلشي كيقول بلي راه باقي غادي يرجعوا، وواقفين كيشوفوا الديوان ديال الباركوس لداخل اللي كيصايدوا، كلشي واقف هنا، كلشي هنا واقف كيجري كيقول دابا هما جاوا دابا هما رجعوا. والشباب تبارك الله كيجريو، كاين واحد العدد كبير الشباب كيجريو لجهه الكورنيش القاعد الكورنيش. وهادو اللي كيجريو هنايا كلشي خصو يهرب، كلشي خصو يخوي، كلشي خصو يطلع بحال هذا، ما كلشي جلس، كلشي جلس في الحاشيه كيستنى للاسف. الظلام ما كاينش ولكن كلشي جلس هنايا، ها كلشي باقي كيتمنظر. اللحظه اللي سمعوا الفانتوم هي جات كلشي دخل للرمله على طول الكورنيش، كاين واحد العدد كبير ديال الناس. ها هي الان كاين الفانتوم، الدراري كاين الفانتوم، ها هي جات، ها هي الفانتوم، راه هي الجهاد لينا كلشي كيجري، ها هي شعل الضو، ها هي شعل الضو، ها الدراري كيجريو، كاينة الفانتوم، ها هي جات، ها هي الاخوان، راه هي للاسف ما كاينش الضو ولكن ها هي كيهزوا الدراري، ها هي راه هي الفانتوم في القاع، ها الدراري كلشي كيجري، ها هي كاينة الفانتوم، ها بنادم تجمع نستناها. تم ولا
لا هي برا هاي هاي كتدوز الدراري هاي انا قربت ولكن كاين واحد الضوق الى دلامارين ماشيين كنتمناو يبان شي حاجه اول ما قربت كتبان بعيده ما غادي نمشي بالتليفون وال بعيده ما قربتش لان كاين مصيبه ديال الشباب هنا والو ما بغاتش توقف كاين بلادهم بزاف مشات حاشيه مشات شوف تبارك الله كلشي باغي كيجري شوف هات كلشي كيجري مشاو كلشي مشى كيجري لقاع الكورنيش نزيدو نجريو معاهم ها كلشي كيجري كلشي حتى مول الخيل كيجري معاهم كيقول انا خصني نحرك ها كلشي كيجري بالصغير والكبير بالبنات شو المراه شابره العيال صغار في الدو كتجري كتقول مسكينه يا ربي تلاقاو معاه الله يا كنت عمي باغي نحرق كلشي خصو يحرق دراري شباب من مختلف الاعمار النساء الكره كلشي خصو يحرق ما كيشوفوها راية فين وقفاش على واحد الضو ولكن وقفة بعيدة وقفة بعيدة الشباب كيجريو وهي كتزيد بعد هي راه كاين راية وقفة في القاعد مرتين الدراري شاعلين الديوان كيشيرو ولكن ربما وكنظن بالتاكيد كاين البحريه الملكيه راهم كاينين في الطريق راهم كاينين في واحد البعد ولكن كيبانوا شاعلين ديك الضوء ديال المخزن معروف عليها الفانتوم كتزيد ترجع للورا اكثر من 500 واحد كاين دابا في الحاشيه اكثر من 500 واحد هادو اللي غير اللي في الحاشيه وعاد في الجهه اللي هنا في الكورنيش تبارك الله شحال الناس كاين شوف هاد الدراري كانوا دخلوا في وسط المام وراها وخرجوا راها شوف شحال كاين الدراري ما غاديش يبانو تنقربوا مشات كانوا الدراري دخلوا وراها في الماء ولكن مشات ايه ما كيبان والو للاسف جات كنظن القوات المساعدة هادو لا هادو الأمن كيجريو على الناس ماشي القوات المساعدة ربما القوات المساعدة كيجريو على الشباب كلشي كيهرب بحالو من الجهة هادي و
والو ما كاينش ما كاينش الضوء هنا عليها ما كيبانش الفيديو للاسف، ولكن كنظن الصوت كيتسمع كلشي د بنادم بزاف، راه كلشي رجع حالو. جا القايد هو اللي جا كيجري، كنظن حسب الاقوال الدراري القايد هو اللي جا كيجري عليهم. كتسمعوا كنظن الصوت راه بحال اللي خارجين من كامبو. يا اخي ماشي المشكل في الكاميرا، راه هنا الظلام ما كاينش الضوء، هنا في الشاطئ ما كاينش الضوء. كنلاحظوا شحال الناس كنعتذروا على هاد الكلمات لبعض الشباب الطائش كيهضروا صح، انتم كلشي خصو يمشي. كلشي راجع فحالو اتجاه الدخل هاد الكورنيش، دابا كلشي ماشي اتجاه الديزا، باقي بنادم كيجي بحالو اللي باقي بنادم كيدخل للشاطئ. شوف